السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلكم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار عجول الأضحية من سوق الأربعاء بإدفو 24 يوليو 2019. عجلين الأضحية كسرين مجاوز وزنهم مع بعض 550 كيلو، سعرهم 47200 جنيه. العجل الأبيض اللي على الشمال والعجل الأسود اللي جنبه. عجلين للأضحية كاسرين جوز، سعرهم مع بعض 35000 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.